السلام عليكم. دلوقتي لو انا بحط عمود معماري في قلب الحائط بالشكل دوت، كولوم اركتكشر كولوم، واحط العمود هنا مثلا، فهو اوتوماتيك هياخد نفس الهاتش. تمام، في ناس بتبقى موافقه على القصه دي، وفي ناس بتقول لا انا معترض وعايز لما ينزل ما ياخدش نفس الهاتش، يبقى ليه هاتش خاص بيه. طب نعمل الموضوع ده ازاي؟ بكل بساطه خلينا نلغي الاعمده ونحطها تاني اهو. على سبيل المثال العمود دوت هعمل سيلكت عليه واقول له اديت فاميلي، وبداخل العمود هروح داخل في الخصائص بتاعته، هلاقي في خاصيه هنا اسمها ايه، اوتوماتيك جوين. اهي اوتوماتيك جوين جيومتري، يعني هو اوتوماتيك يعمل جوين مع العناصر اللي حواليه. كل عليك ان انت هتعمل انشكل ديت، وبعد كده تحمله في المشروع بتاعك. وبعد كده من اركتكتشر هقول له ان انا عايز اركتكتشر كولوم، وتبدا تحطه بالشكل دوت. هتلاقي ظهر عمود زي ما انت شايف.